زي ما قلنا مشاهدينا، دول كثيرة حول العالم إذا مو معظمها بدأت باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية شديدة للتصدي لتفشي فيروس كورونا، سواء وصلها الفيروس أو حتى اللي ما وصلها الفيروس. وهذه الإجراءات في بعض الدول لاقت رفض، أو خلينا نقول امتعاض، من البعض اللي شايفينها مبالغ فيها، وشايفين كل رهاب الكورونا كما اسموه اللي صايب العالم ماخذ أكبر من حجمه، زي مثلا ما حدث في الكويت، واللي ردت عليه ضيفتنا في تغريدة عبرت فيها عن رأيها في هذا الموضوع والاحتجاجات. طيب خلونا نسمع أكثر رأيها منا هي شخصيا، حيث تنضم إلينا عبر سكايب من سريلانكا استشارية الجراحة العامة الدكتورة فاطمة خاجة. أهلا فيك معنا دكتورة فاطمة. يعني أنت شفتي في كثير ناس احتجوا على هذا النوع من الإجراءات وشايفوه يعني أنه غير إنساني كما وصفوه، وتقليل منهم وفي كثير صفات. كيف بتردي على هذه الاحتجاجات؟ اهلا فيكم، شكرا على الاستضافه هذه في قناه العربيه. طبعا انا دكتوره فاطمه محمود خاجه، احب اوضح اني انا استشاريه جراحه عامه تابعه لوزاره الصحه الكويتيه، ولست من اطباء الصحه الوقائيه اللي طبعا هم الان مشغولين يعملون على قدم وساق مع وزاره الصحه الكويتيه للحفاظ على سلامه المواطنين والحفاظ على منع تفشي مثل هذا المرض والذي أصبح وباء في الكثير من دول العالم. نعم. الله يحفظنا من كل مكروه. طبعا الإجراءات اللي قاعد تتخذها دولة الكويت منذ العلم بحدوث أول حالة في الصين، يعني أكثر من شهر دولة الكويت كانت متأهبة في مثل هذا الأمر، وقامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة إلى أن وصل الأمر إلى تفشي هذا المرض في الدول المجاورة، فرفعت من درجة الاستعداد والإجراءات اللي قامت فيها. طبعاً دولة الكويت تلتزم بإجراءات منظمة الصحة العالمية وتطبقها بحذافيرها بإشراف وزير الصحة نفسه على كل الأمور، وكيل وزارة الصحة، أطباء الصحة الوقائية. نعم. بالإضافة إلى الداخلية، بالإضافة إيه إلى هذه إجراءات متبعة حول العالم دكتورة فاطمة، ويمكن يعني في كثير ناس اللي في دول مختلفة بيتفقوا أنه كثير من الإجراءات المتبعة هي نفس الشيء، إلا في بعض الدول اللي عندهم تدني أصلا في مستوى الصحة أو المعالجة هناك. بس أيضا كان في احتجاجات من الناس، وشاهدنا هذه الاحتجاجات في فيديوهات وأنت علقتي عليها أيضا. الاحتجاجات كانت لان احنا هذا الشيء غريب علينا في الكويت، يعني هم الناس مو متعودين، واجهوا شيء يعتبر بالنسبه لهم غريب لاول مره، هم لا يعلمون بهذه الاجراءات، كما ان هم في يوم وليله اصبحت الاجراءات هذه يعني اكثر تشددا، لان صار في هناك ابديت من منظمه الصحه العالميه بوجود حالات من دول مجاوره، فلقوا نفسهم امام تطبيقات شديده مثل تطبيق الحجر الصحي. أيوة. ولكن الحجر الصحي اللي مطبق في الكويت هو الان مطبق في، ليس فقط في المستشفيات، واحنا مستشفيات الكويت مجهزه باحسن التجهيزات، ولكن ايضا حجزت لهم فنادق على مستوى عالي، فنادق 5 نجوم للناس اللي ما يشتكون من الاعراض، اللي راح يكونون تحت الملاحظه فقط. لذلك هذا النوع من الاجراءات الحمد لله رب العالمين مو موجود في كثير من دول العالم، يعتبر رفاهيه، يعتبر الحمد لله شيء متعودين عليه احنا في الكويت. أيوه. احنا نوفر افضل الطرق وافضل الوسائل وافضل الخدمات لمواطنينا. طيب. الاحتجاج مثل ما قلت لك كان بسبب عدم تعودهم وصدمتهم، عادوا من السفر وجدوا نفسهم في مثل هذا الظرف، فكانت هذه الصدمة وليس احتجاج على سوء الإجراءات. طيب دكتورة فاطمة، تحديدا الآن نحن بنشاهد يمكن تفشي شوية، ما حنسميه خلينا نقول تفشي، بس صار في حالات في دول المنطقة، وزادت الحالات بعد ما يحدث في إيران وتفشي المرض في إيران، ويبدو أنه في سوء تعامل مع الموقف، كما يعني في اتهامات كثيرة حتى داخل إيران للحكومة الإيرانية بسوء التعامل مع المرض. الآن إيش الموقف سواء في الكويت وغير دول أو غير الكويت، كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر من وجهة نظرك؟ التعامل يكون حسب
الإجراءات الموصى عليها من منظمة الصحة العالمية، الإجراءات اللي هي تعتمد على الدول الموبوءة، القادمين من الدول الموبوءة سواء كانت عندهم أعراض أو ما عندهم أعراض، تعامل معهم صحياً حسب الإجراءات اللي موجودة في منظمة الصحة العالمية. يعني اللي جايين عندهم أعراض من الدول الموبوءة يكونون تحت الحجر الصحي في مستشفى جابر، واللي ما تكون عندهم أعراض يخضعون للحجر الصحي في فندق الكوت أو في منتزه الخيران في حال إن ما كانت في أعداد كافية من الأسرة المتوفرة. هذه هي الإجراءات اللي تقوم فيها دولة الكويت. إحنا نتعامل بشكل مهني حسب التوصيات العالمية من منظمة الصحة العالمية. نعم، نحن نشكرك على هذه المداخلة. كانت معنا الدكتورة فاطمة خاجة استشارية الجراحة العامة، شكرا لك.